هلو، معكم ناتاشا. انا اليوم بشوروم بوتيكات وحابه احكي لكم اشرح لكم اكثر عن ذا موست انترستينج ثينجز موجودين عندي بالبوتيك. ماشي ما. بما انه السكادجول تبعي دائما مليان وبضل معجوقه بالتصوير وبالسفر وبالميك اب وبالحفلات، فرح شارككم السر يلي بخلي بشرتي ما تتعب. يونيك ماجيك شوت فيه 10 امبولز، هيدا الشيء انا بستعمله ان كيس اوف امرجنسي. رح تلاقوا نتيجة كتير حلوة بس بمجرد ما تكسروا. أنا بالنسبة لألي بستعمل نص أمبول لما يكون عندي case of emergency، بكسر الأمبول، بكسر هيدا الشيء اللي شايفينه وبستعمل نص الكمية اللي موجودة على وجهي وبوزعها على السكين تبعي. أحلى شيء بهذا البرودكت والسر المهم فيه إنه بعد ساعة على الأد ترجع بشرتك نضرة وفيها حيوية كأنك مبلش نهارك من جديد. هيدا الباكس كمان من يونيك سكين، نفس الإيفكت تبع أول برودكت حكيت لكم عنه، بس هيدا it's a treatment مرقم من 1 ل 30، هيدا for 1 month تستعملوه. طبعا تستعملوه لليل. هيدا السيرم فيكن تحطوه بالليل وبالنهار، بيحمي من الإضاءة أكتر شيء، وهيدا it's a night cream كمان بالليل. وبليز بليز بليز ما تنسوا تنظفوا وشكم كتير منيح قبل ما تستعملوا حيا لسيروم حيا لكريم. نوصل تحكي لكم عن الاي ليفت تريتمنت، هيدا كمان تريتمنت. انا بالاول حكيت لكم عن اليونيك ماجيك شوت، هيدا ان كيس اوف امرجنسي بستعمله قبل بساعة، بس انا مع انه نستعمل دايما التريتمنت يلي هو بيعطينا نتيجة على المدى الطويل. هيدا تريتمنت لتحت العين تستعملوه بالليل، وبنصح دايما الامبولات او حيلا شيء بدكم تستعملوه تحت العين يكون بالليل كرمال اشعه الشمس بالنهار. هيدا الامبول تستعمل بتكسروا الامبول وبتحطوا تحت العين، بتطبقوا كتير منيح، بشيل السواد والانتفاخ وبشد لكم عينكم، بنصحكم فيه كتير منيح. وصلت لاحكي لكم عن احلى شيء بالحياه، ام اسام بيرفكت تنت. هيدا الكريم انا بستعمله كتير ايام، بضطر استعمله لانه بيعطيني نتيجه كتير حلوه. قبل ما احكي لكم عنه رح احط شوي بايدي على اصبعي وحط على السكن تبعي. هيدا فيكن تستعملوه از برايمر، وفيكن تستعملوه اذا فجاه اجاكم ضيوف، اذا فجاه بدكم تفتحوا كاميرا السناب وتبلشوا تصوروا، بس فيكن صرتوا تصوروا بدون فلتر لانه هيدا فلتر على الحقيقه، بيخبي وبيعمل كفر للبشرة، بيخبي كل العيوب اللي فيها، إذا عندكم احمرار، إذا عندكم حبوب، حيلا شيء عيوب ببشرتكم بيخبيها. عن جد هيدا فلتر على الحقيقة، فيكن تشوفوا إذا بدكم عقيدة، ما بعرف إذا رح يبين، حتى الملمس ناعم وغير. وبما انه نحن هلا صيف وفي كثير بنات مثلي بحبوا انه البشرة تبعهم تكون برونزة، انا عندي لألكن اوفرا هيدا الكريم فيه فيتامين سي. رح فرجيكم كيف على السكن تبعي مطرح ما افتح هيك تقريبا. اوكي رح وزعها على بشرتي، ما بعرف اذا واضح عندكم الفرق بس انا شايفه الفرق كتير حلو، وحتى البرودكت هيدا فيه لمعه حلوه. اذا عندكم حيلا شيء طلعه او حيلا شيء وما لحقتوا تتشمسوا فيكم تستعملوا اوفرا، فيه فيتامين سي وكتير افكتيف. وفي كمان عنا شيء كتير حلو لكل الناس يلي بتسافر، هيدا فور 1 ويك تريب اتس انف، يعني انه تحطوا فيها البرودكتس تبعكم. الشاور وهيدا للسكين. اوكي بقل هيدا تبع السكين، في عنا الاي ميك اب ريموفر، الميك اب ريموفر، السيروم. اوكي بتفتحوهم بهيدا الشكل وبتعبوا بقلبها البرودوي اللي بدكم اياه، خصوصا اذا البرودكت تبعكم كان كتير حجمه كبير واذا بدكم تاخذوا كل شيء معكم ما بيساعوا بالشنطه، فبتعملوا هيك بترفعوا هيدي بترموها بهيدا الشكل، بتضغطوا على حيال الكريم اللي بدكم اياه وبينزل من هون. كمان بقلبها نفسها في عنا من تحت للكريم اذا بدكم تحطوا تاخذوا معكم اي كريم، نايت كريم، داي كريم، وات ايفر. كمان هيدا شيء كتير حلو للناس اللي بتسافر. الشاور كمان نفس الطريقه، للشامبو، البادي واش، الكونديشنر كمان بترفعوها وبتنزلوا البرودكت من هون. عندنا كمان هيدا البرودكت هو باودر من شوارزكوف،
كتير حلو، بيعطي فوليوم للشعر بطريقة كتير قوية. هلا كمان رح فرجيكم لما أعمل شعري كيف رح استعمله. أول شيء بدنا مراية لأنه ما بقشع. تفرقوا شعركم من فوق، أوكي، تعملوا كذا فرق من هالميل ومن هالميل. بعد مرة وهيدي الجهة كمان، انوف بعد مرة واحدة وخلص. اوكي تعملوا هيك، هيدا السحر تبعي بالحفلات على طول كرمال اعمل فوليوم لشعري من فوق. هلا رح خليه يكون بيتش ويف بالبيبي ليس برو، كمان موجود عندي بالبوتيك. رح اخذ خصلة، على فكرة انا كتير ايام بعمل شعري لحالي، سو واو. اوكي حابة اقول لكم انه هيدا من احلى البرودكتس اللي عندي بالبوتيك، البيبي ليس برو. ليه؟ لانه شعري كانت طاجته هيك وانا كثير بحب هالطاجه، بس من بعد ما تعب وكنت دائما اعمله سيشوار وفير وهالاخبار فبطل يعمل هيدا الطاجه الا بالبيبي ليس برو.